من الفيزا مهبوب من الجزائر من حق غيري، لماذا نعطي هدايا ثمينة للأغنياء وهم قادرون على شرائها ونعطي للفقراء الأشياء القديمة وهي غير قابلة للاستعمال؟ يعني 4 أولاد من جيراني من عائلة فقيرة جدا، وهذا الفقر مؤلم. الأب معوق والأم بدون عمل. نادية، نوال، سارة، سليم، عندما أراهم أريد بإحساس أنا بك لأن الصدقة أعظم شيء وجود. أريد أن أساعدهم بما لدي. عندما أنظر إلى ابتسامتهم كالكشوط فرمينا.